نشأتي الرياضية كنشأة أي شاب، تعرف يمكن رياضة كرة القدم هي الرياضة المستحوذة. لعبت في بداياتي في مرحلة الناشئين في نادي الساحة الرياضي في فئة البراعم كرة القدم. بعدها نفس هذه الأثناء، يعني هذا تقريبا 1987-88 بهالمحاري، لعبت رياضة الجودو فترة قصيرة، وبعدين زاولت كرة القدم خارج أسوار النادي، لعب الحواري وال يعني المدرسة والأمور يعني. فهذه كانت الرياضة أو يعني النشأة الرياضية، تعلقنا في كرة القدم في متابعاتها في نجومها، تشجيعنا للفرق اللي نشجعها سواء المحلية والعالمية، وهالأمور خلت ارتباطنا وثيق في الرياضة بشكل عام وكرة القدم على وجه التحديد. دراجة الهوائية وقصة انضمامي لها صراحة فيها من التحدي والشيء المضحك، يعني دخلتها بمحض الصدفة. كنت يوم الأيام في أحد الممشيات الرياضية أمشي، فشفت شاب كان في فترة الشتاء لابس هذا اللبس الحلو حق الرياضيين، الدراجات الهوائية وشيء من هذا القبيل، وكان في فترة برد يعني، فبالتالي لابس الملابس الفول سايز وهالأمور. فكان معي شخص عزيز علي كثير، قال لي تحداك تصير نفسه، تحداك تلبس وتمارس وتركب هذا القاري يعني. دخلت في غمار هذا التحدي، ولحسن الحظ كانت الرياضة في الكويت على مستوى الأندية موجودة، بس أنا ما كنت أدري الأمانة، وتحريت الموضوع، رحت إلى وقالوا لي الأندية فاتحة باب التسجيل. رحت العشق الأول، أنا من نادي الكويت، مشجعين نادي الكويت والعنبري وما العنبري، عسى الله يشافي ومتعب الصحة والعافية. ما الله كتب أني أسجل بنادي الكويت، ما أدري شنو كان فيه، لجأت إلى نادي كاظمة، وكان لله الحمد أحسن خيار، اللي إحنا يعني نشيد بالأدوار الإدارية التي يعني قام فيها نادي كاظمة، وعلى رأسها أستاذ أسعد البنوان أبو أحمد وأستاذ حسين أبو اسكندر، والمرحوم اللي ندعو له بالرحمة والمغفرة أستاذنا أبو فيصل جهاد الغربلي، اللي سخر كل الإمكانيات لفريق الدراجات الهوائية، والأخوان الباقي أعضاء مجلس الإدارة والطاقم الإداري. فلجأت نادي كاظمة وسجلت نادي كاظمة وأسسنا نادي كاظمة، أسسنا هذا الفريق في نادي كاظمة، واحتضن نادي كاظمة احتضان جدا مميز هذه الرياضة وهذا والأولاد والشباب وشيء من هذا، وكل ما يستدعي دعم هذا الفريق وفروه يعني. يعني بالعكس قام بدور الاتحادات وليس نادي، اشترى الدراجات، تعاقد مع مدربين، تعاقد مع يعني أمور كثيرة، مكنت نادي كاظمة من الفترة هذه من 2009 إلى 2012 أو 2013 إلى التسيد التام على الساحة الرياضية في دولة الكويت. فهذه هي يمكن نشأتي كلاعب. انتقلت وخلال هذه الأثناء انتقلت ما بين لاعب إلى مشرف إداري إلى مدير للفريق، وأثناء أنا لاعب يعني. يمكن أثر علي أو بين تأثير عملي في القطاع الخاص، أنا من يوم طلع تقريبا اشتغلت في القطاع الخاص، والقطاع الخاص يمكن مثلك عارف يختلف عن القطاع الحكومي، مش معناته أحسن ومو أحسن، لا ما أتكلم كذي، القطاع الحكومي مميز يعني، بس أتكلم أن بالقطاع الخاص دائما تعمل وفق استراتيجيات، واحد تعمل وفق خطة عمل، اثنين وتشوف عملك نجح ولا ما نجح، فيعني تتحمل نتائج أعمالك يعني، وكل واحد يحب أنه يتميز يعني، سواء في عملك شلون تترقى هناك، تترقى إذا أنت حققت نتائج للجهة أو الشركة اللي أنت تعمل فيها، سويت إيرادات سويت أرباح،
انت فشلت ما تقدر. فبالتالي واشتغلنا وفق هذا النهج. يمكن ساعدني نادي كاظمة لان هم كلهم في ظل هذا الستاندر من الوعي للامانه يعني ما كان شيء غريب عليهم فنجحنا الحمد لله. اصبحت زكاني نادي كاظمة مشكورا ان يكون عضو في لجنه الدراجات التابعه لالعاب القوى، وافتخر اني يعني اقترحت على الاخوان في لجنه الدراجات في العاب القوى انذاك، قلت لهم يا جماعه احنا اليوم لازم نسمح بوجود اللاعب المحترف. يعني اليوم احنا مو محتاجين، او كل نادي مو محتاج مدرب، محتاج لاعب محترف، لاعب جيد عربي اجنبي ايا كان، ويقوم باعمال التدريب. يعني انت ما تجيب لاعب مو زين، تجيب لاعب زين عنده خبره يعطيك نتائج الان، ويقوم باعداد اللاعبين اللي عندك ويطورهم خلال فتره يعني المدرب شنو بيطور؟ يطور اللاعبين على مدى سنه سنتين، صح ولا لا؟ اللاعب المحترف يقوم بها، لان احنا كان بذاك الوقت مستوانا الرياضي على قدنا يعني قصير او صغير يعني، لان الرياضه حديثه، علما بان الرياضه كانت موجوده مع العاب القوى منذ تاسيس اتحاد العاب القوى في نهايه خمسينات بدايه الستينات، كان اسمه اتحاد الدراجات او العاب القوى والدراجات شيء من هذا القبيل، يعني في ترابط وثيق. فاشتغلنا والحمد لله وافقوا الاخوان واشتغلنا، وبموجب هذا المقترح اشتغل نادي كاظم وحققنا نتائج. شاركنا في 2012 في بطولات على المستوى الخليجي والحمد لله حققنا نتائج ايجابيه. انا منها يمكن حققت المركز الاول في احد المراحل في طواف في المملكه الشقيق المملكه العربيه السعوديه، وابتدينا شويه شويه يعني صار نادي كاظم اللي هو المورد اللاعبين للمنتخب الكويتي، لان يعني احنا قاعد نتمرن صح نتمرن ونشارك، وبالتالي عندنا الخبره وصرنا نشارك على مستوى على صعيد المنتخب الوطني. الا ان الدول الخليجيه انذاك كانت متقدمه، ما زالت يعني، بس الحمد لله احنا تصدرنا الحين، كانت متقدمه على دوله الكويت. نشارك في طوافات في سباقات في كذا، يضيق خلقي انا صراحه ان احنا الاخير يعني ست دول خليجيه، احنا اذا شاركنا ستة احنا الاخير، اذا شاركوا خمسه احنا الاخير. وبالتالي يعني مع تطور الوقت اصبحنا خرجنا عن نطاق الاتحاد العاب القوى، ويعني كنت اعمل ان نكون لجنه منبثقه تحت رعايه او تحت اللجنه الاولمبيه الكويتيه، وتحقق ذلك الشيء ب 2014. هني انا وقفت رياضيا، لان ما قدرت بيني وبينك ما قدرت اشتغل رياضي ولاعب واداري، ما قدرت. يعني بذاك الوقت كنت يعني في شهاده اعتز فيها كثيرا وتذكرها وتسلى فيها دائما، الله يذكره بالخير امين السر العام في الاتحاد القطري للدراجات، من الناس الأعزاء والفضلاء. شاركنا في بطولة في السعودية في قطر، في دولة قطر العزيزة، وكنت أنا لاعب أنا ذاك، بس أنا رئيس الوفد، وأنا المدير، وأنا المدرب، وأنا اللي يسوق السيارة من الفندق سيارة الفريق إلى محل انطلاقة السباق، لأن كانت سباقة 120 130 كيلو، فنطلع مكان بعيد هذا أو أي كان، وحضر اللاعبين وكذا وهالأمور، وعند الانطلاقة لأنه هو أمين السر العام هو اللي يعطي الانطلاقة مع الحكم العام وغيره، فيشوفني أنا منطلق وياه فيقول لي أخوي عبد الله أنت ما شاء الله صار الكل بالكل. قلت والله أنا ما أبي أصير الكل بس أنا مجبر، لأن كنت بعدها كانت شوي عندي خبرات إعلامية، فبعدها أخذ المادة لما نوصل بعد السباق يعني، واللابتوب بطل ودزهم على الصحف كانت الأنباء الكويتية نخطي هذا المشاركة الكويتية الموجودة في، يعني احنا ما كنا اتحاد يعني قائم ذاته على أساس يكون معانا موفد إعلامي، فكنت أنا أسوي هذه المادة وجزاهم الله خير كانوا ينشرون أو يغطون تجاربنا. فهذه يعني هالمشاكل كانت دافع لمزيد من العمل. مثل ما قلت لك يمكن الخبرات اللي اشتغلناها علمتنا ان
تشتغل على هدف، ما قدرت تحقق هذا الهدف، تشوف شنو الوسائل اللي أنت كنت مستعين فيها قد يكون فيها خطأ، تغيرها تعدلها، شيء من هذا القبيل حتى توصل. لأن أنا كان عندي شعار هو مش مثالي بقدر ما كنت أنا مؤمن فيه إيمان كبير، إن دولة الكويت ويمكن كل أهل الكويت بهذا الإيمان، أنا ثقة يعني واثق من هذا الشيء. لكن أنا اللي كنت أشتغل عليه أني كنت أنا على ثغر للدفاع عن بلدي في هذا المجال. يعني ما أقول لك أني أحسن واحد، لكن كان أنا ذاك كانت عندي خبرة شوية زينة، إدارية رياضية زينة، تواصل مع الاتحادات الدولية جيد. فقعدت قلت إحنا الحين أنا لازم أوقف، وكنت قادر على العمل بس ما كنت ملاقي أحد هو يقوم برعايتي، مو رعاية مالية بس قصدي يعني بالعمل على وين نشارك وين نروح وين نحقق وين هالأمور يعني وشنو نحقق. فبالتالي اتخذت هذا القرار، قلت أنا لازم أوقف. طلعوا عندي لاعبين من نادي كاظم وبعض الأندية الثانية جيدين، واتفقت وياهم قلت يا جماعة أنا راح أوقف طموحي أنا كرياضي، وبشتغل عليك حتى أن أوصلك النقطة اللي أنا ما قدرت أوصل لها. وإذا أنت فزت ثق تماما، ما راح أشوفك أنت اللي فايز، أشوف نفسي أنا اللي فايز. فاتفقنا على هذا النقطة. فكرت فقلت مالي إلا استفيد من خبرات الأوروبيين. الأوروبيين ليش؟ لأن هذه رياضتهم.